الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن النمبرز جافا سكريبت بشكل عام، راح يجي الحكي إن شاء الله بإذن الله عن البروبرتيز بتاعت النمبرز عن جافا سكريبت. بعدها الميثودز كالعادة، زي ما احنا ابتدينا في السترينج ابتدينا بالبروبرتي، كانت بروبرتي واحدة بس السترينج في جافا سكريبت اللي بتكون عبارة عن لينث. بعدين اتكلمنا عن مجموعة من الميثودز الخاصة بالسترينجز ان الجافا سكريبت. راح نحكي اليوم ان شاء الله باذن الله عن اثنين بروبرتي من البروبرتيز تبع جافا تبع النمبرز ان جافا سكريبت. الاولانية بتكون عبارة عن المين فاليو. المين فاليو ديت يا جماعة ديت عبارة عن خاصية، ديت عبارة عن بروبرتي من ضمن البروبرتيز في الجافا سكريبت، مسؤولة عن انها تطلع لك اقل قيمة موجبة جافا سكريبت محتملة او تقدر تطلعها لك، يعني اقل قيمه موجبه موجوده في جافا سكريبت. طبعا المساله بيبقى لها حدود، منطقي جدا، يعني ليها بدايه وليها نهايه. القيمه دي يا جماعه بتكون عباره عن 5 اي سالب 324. انت عارف 5 اي يعني ايه؟ معناها 5 في 10 اس سالب 324، يعني عارف انت ده عباره عن اقرب رقم للصفر تقدر جافا سكريبت تطلعه لك. ده بالنسبه للمين فاليو. استخدامنا ليها بشكل بسيط خالص بيكون عباره عن ان انا بكتب النمبر دوت مين فاليو. ده الاستخدام القياسي ليها يا جماعه. يعني ايه؟ انا لو كتبت نمبر دوت مين فاليو، وانت عارف دي كل الحروف كابيتال لوك، لان انت عرفت ان الحروف كابيتال لوك ده عباره عن كونستانت ان جافا سكريبت، فبيطلع لك الناتج ده 5 اي سالب 324. طيب لو جيت انا استخدمها بشكل تاني، يعني انا عملت زي الطريقه ديت فار اكس بيساوي حاجه، قلت اكس من ده، الكلام ده انديفايند، لان هي استخدامها الوحيد يا جماعه انها تستخدم بالطريقه دي، حتى بدليلها عباره عن كونستانت ام اي كل الحروف كابيتال لوك نمبر دوت من مش عارف ايه تديك القيمه بتاعه جافا سكريبت. طب ربما الناس تلاقي لها او يعني ما تلاقيش لها استخدام بالشكل ده، او يعني في مكتبات ام دي ان بيقولوا لك في ممكن توظفها بشكل تاني، بانك مثلا تدخلها في جمله شارت، يعني مثلا رقم معين اجريت عليه عمليه معينه مقابل رقم معين اكبر من او يساوي اكبر رقم في جافا سكريبت. ها يعني انت عايزه كمان اكبر رقم، مش اكبر رقم، يعني اكبر اقل رقم موجب ممكن جافا سكريبت تقدر تحسبه، نفذ لي حاجه معينه، او في حاله حاجه ثانيه نفذ لي شرط ثاني. ده الاستخدام، يعني فوجود بدايه للشيء وجود نهايه للشيء، يعني ايه، امر منطقي جدا، حتى وان كانت البدايه انت مش متخيل انك ممكن توصل لها. يعني انت مين يقدر يوصل لرقم ما بين صفر وقدام منه 324 صفر؟ يعني حاجة كده وفي الاخر 5، امر ربما يكون مش منطقي انك تحاول توصل له، بس ده البداية عن جافا سكريبت. يعني طبعا الرقم ده بوزيتيف يا جماعه، الرقم ده موجب. على الناحية التانية زي ما بيكون في من فال بيكون يا جماعة في ماكس فال. الماكس فال على نفس السيناريو المراتي، القيمة بتاعت الماكس فال يا جماعة بتكون عبارة عن واحد علامة عشرية الرقم الجميل ده اي موجب 308، يعني الرقم ده كده مضروب في 10 اس 308، يا نهار. دهيت بيكون عباره عن ايه؟ ذا لارج، هو بيقول لي ذا لارجست نمبر بوسيبل ان جافا سكريبت، اكبر رقم موجب محتمل انك توصله بيكون الرقم دهيت. طبعا اللي فوق الرقم ده بيمثل لي انفينيتي، زي ما كان اللي تحت الرقم اللي فات بيمثل لي انفينيتي، ونفس القواعد انك طبعا لو انت حاولت تضمنها في متغير مش راح يحصل حاجه. هي استخدامها القياسي انك تحاول تستخدمها بالشكل ده، نمبر دوت بالطريقه اللي احنا كنا حكينا فيها، زي ما احنا كنا حكينا في القضيه الاولانيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.